السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي طالبات الصف الأول، أسعد الله أوقاتكن بكل خير. عنوان درسنا لهذا اليوم هو مراجعة الوحدة 14، التبرير المنطقي باستعمال الأشكال وخصائصها. الهدف من الدرس هو تحديد الأشكال الثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد باستعمال خصائصها. نتذكر معا الأشكال التي درسناها معا، وهي الأشكال الثنائية الأبعاد والأشكال الثلاثية الأبعاد. أولا سنتعرف أو نتذكر الأشكال الثنائية الأبعاد ونتعرف عليها من خلال تحديد خصائصها. من هذه الأشكال أو أول هذه الأشكال هي المربع. المربع له 4 أضلاع وجميع أضلاعه متساوية ومستقيمة، وهو شكل مغلق له 4 رؤوس، والرأس هو نقطة التقاء الضلعين. الشكل الثاني هو المستطيل، للمستطيل 4 أضلاع مستقيمة، أما رؤوسه نلاحظ له 4 رؤوس، وهو شكل مغلق له 2 من أزواج الأضلاع المتساوية، أي كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول. هناك شبه بين المربع والمستطيل، نلاحظ كل منهما له 4 أضلاع وأربعة رؤوس، لكن يختلف المربع عن المستطيل أن المربع جميع أضلاعه متساوية، أما المستطيل فكل ضلعين متقابلين متساوين بالقياس أو بالطول. نلاحظ له 2 من الأضلاع أطول من الضلعان الآخران. من الأشكال الثنائية الأبعاد الأخرى المثلث، نلاحظ أن المثلث له 3 أضلاع مستقيمة و3 رؤوس، وهو شكل مغلق. هل جميع المثلثات لها 3 أضلاع متساوية في الطول؟ لا، نلاحظ هذه المثلثات هناك بعضها ليس له 3 أضلاع متساوية في الطول، كل ضلع طوله يختلف عن الضلع الآخر، وهناك بعض المثلثات له أضلاع متساوية. نتعرف الآن على الشكل الآخر الثنائي الأبعاد، وهو الدائرة. الدائرة هي شكل مغلق ليس له أي أضلاع مستقيمة وليس لها أي رؤوس، إذن لها 0 من الأضلاع المستقيمة و0 من الرؤوس. نتعرف الآن على أو نتذكر الأشكال التي قمنا بدراستها، وهي الأشكال الثلاثية الأبعاد من حيث عدد الأحرف والرؤوس والوجوه. نلاحظ هنا الشكل الأول وهو المكعب. المكعب له 6 أوجه جميعها مربعة الشكل، وله 8 رؤوس، والرأس هو نقطة التقاء الأضلاع، وله 12 حرفا، ونتذكر أن الحرف هو مكان التقاء الوجهين. الشكل الثلاثي الأبعاد الثاني هو شبه المكعب. شبه المكعب له 6 أوجه، لكن 4 منها مستطيلة الشكل و2 منها مربعة الشكل. لشبه المكعب 8 رؤوس وله 12 حرفا. من الأشكال الثلاثية الأبعاد الأخرى الأسطوانة. الأسطوانة لها 2 من الأوجه أو الأسطح المستوية، ولها 0 من الرؤوس، ولها 0 من الأحرف. الشكل الآخر هو المخروط. المخروط له 1 وجه وله 1 رأس وليس له أحرف. آخر الأشكال الثلاثية الأبعاد التي لدينا هي الكرة.
الكرة ليس لها أي وجه أو أي سطح مستوي، ولها صفر من الرؤوس وصفر من الأحرف. السؤال رقم 1 صفحة 415، ما الشكل الذي يمثل مربعاً؟ نتذكر معاً ما هي صفات المربع. قلنا أن المربع هو شكل مغلق وله 4 رؤوس وله 4 من الأضلاع المتساوية في الطول. إذن أيهما إجابة صحيحة؟ الإجابة دي هي الإجابة الصحيحة. السؤال الثاني، ما الشكل الذي له 3 أضلاع؟ نتذكر أن الشكل الثنائي الأبعاد الذي له 3 أضلاع هو المثلث. إذن الإجابة الصحيحة هي B. السؤال رقم 3، ما عدد الأسطح المستوية وما عدد الأحرف في المخروط؟ نتذكر معا شكل المخروط. المخروط له 1 من الأسطح المستوية أي سطح 1 وله 0 من الأحرف. السؤال رقم 4، أكمل الجملة ثم أوضح كيف أعرف أنني على صواب. اسم هذا الشكل الثلاثي الأبعاد هو الأسطوانة. كيف عرفنا أن هذا الشكل أسطوانة؟ أكيد من خلال التعرف على خصائص الأسطوانة. الأسطوانة لها 2 من الأوجه أو الأسطح المستوية وصفر من الرؤوس وصفر من الأحرف. وصلنا إلى نهاية حصتنا لهذا اليوم، وهي آخر حصة في المنهج. كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله نلتقيكم على خير وبركة.